بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. نواصل أيها الإخوة مع هذه الدروس الرمضانية وهي في علوم القرآن، ونتكلم اليوم إن شاء الله تعالى على القرآن المكي والمدني ومعرفتهما. فالقرآن المكي قال بعض العلماء هو ما نزل بمكة، والقرآن المدني ما نزل بالمدينة، وبعضهم قال القرآن المكي هو ما نزل قبل الهجرة حتى ولوا بالمدينة، والقرآن المدني ما نزل بعد الهجرة حتى ولوا بمكة. فهناك بعض السور مثلا مدنية وفيها بعض آيات مكية، مثل سورة المائدة فيها قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكذلك سورة النساء فيها قوله تعالى إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. هذه الآية نزلت في جوف الكعبة. وهناك مميزات يميز بها العلماء بين القرآن المكي والمدني. فيقول القرآن المكي كل سورة بدأت بأحرف مقطعة فهي سورة مكية، ما عدا سورة البقرة وآل عمران. البقرة بدأت بقوله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب، وآل عمران بدأت بقوله تعالى ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وكذلك يقولون كل سورة فيها سجدة فهي مكية. ويقولون بالنسبة للقرآن المدني كل سورة فيها الكلام على المنافقين فهي مدنية. وكذلك كل سورة فيها مجادلة أهل الكتاب ومحاججتهم فهي كذلك مدنية. وذكرت لكم سابقا أن القرآن المكي السور المكية أنها أكثر من السور المدنية. فالسور المكية قال العلماء أنها 82 سورة، والسور المدنية 20 سورة، واثنتا عشرة مختلفون فيها. فالسور المدنية مثلا يقولون هي سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنفال والتوبة والنور والأحزاب ومحمد والفتح والحجرات والحديد والمجادلة والحشر والممتحنة والجمعة والمنافقون والطلاق والتحريم والنصر. هذه 20 سورة هي السور المدنية، واثنتا عشرة مختلف فيها هل هي مكية أم هي مدنية. وهي سورة الفاتحة مختلف فيها لأنها نزلت بعد فرض الصلاة، فقيل هي مكية وقيل مدنية. سورة الفاتحة والرعد والرحمن والصف والتغابن والتطفيف والقدر والبينة والزلزلة والإخلاص والفلق والناس، هذه 12 سورة مختلف فيها هل هي مدنية أم هي مكية، وما عداها من القرآن فهو مكي. والقرآن المكي يختلف عن القرآن المدني، لأن القرآن المكي كان يخاطب المشركين وهو كله دعوة لله سبحانه وتعالى وتوحيد لله سبحانه وتعالى، ففيه ذكر للأمم السابقة وفيه قصص، فكل سورة فيها قصص وتخويف وتهديد وذكر الأمم السابقة فهي سور مكية، مثل سورة هود وسورة يونس وسورة يوسف وإبراهيم ونوح. فهذه سور فيها قصص وهي سور مكية، لأن المراد هو أن قريش يأخذون العبرة من الأمم السابقة وما حل بهم والعياذ بالله. وكذلك أيضا السور المدنية تمتاز، أو القرآن المدني يمتاز بأنه قرآن تشريع، تحريم وتحليل وفرائض، مثل فرض الصيام وفرض الحج وتحريم الربا، وكذلك أيضا فرض الحدود. فالحدود هي من مميزات القرآن المدني. وفائدته فائدة معرفة القرآن المدني والمكي وتمييزهما هي أول معرفة الناسخ من المنسوخ، لأن معرفة المتأخر من المتقدم يعين في معرفة الناسخ والمنسوخ، لأن فترة المدينة بعد فترة مكة. وكذلك أيضا يعين على التدبر ويعين على التفسير وعلى فهم القرآن وعلى فهم كلام الله سبحانه وتعالى وعلى تدبره، ويعين في التشريع. القرآن المدني المكي لغته قوية، القرآن المكي لغته قوية وعباراته قوية، لأنه يخاطب قلوب المشركين ويخاطب قلوب الكفار وفي
فيه إقناع وفيه إحجاج لهم. أما القرآن المدني فهو تشريع وفقه وأحكام. ونتوقف هنا إن شاء الله سبحانه وتعالى، وصلى الله تعالى يتقبل صيامنا وقيامنا ويتقبل منا ومنكم، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.